أصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد حملة في النخير توجيهاته الكريمة للجنة توزيع المساعدات لحملة في النخير بسداد كامل الديون والمبالغ المالية المستحقة على مجموعة من الغارمين ممن صدر بحقهم أحكام قضائية في القوائم الصادرة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق فاعل خير، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وبهذه المناسبة صرح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأن هذا التوجيه يأتي لدعم مجموعة من المواطنين البحرينيين الغارمين ممن صدر بحقهم أحكام قضائية من المعسرين والمتعثرين في القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق فاعل خير، وذلك اقتداء وتقديرا واعتزازا بالمواقف والمبادرات الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والجهود المبذولة من قبل الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر، وتماشيا مع الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد، والتي تلقى تقديرا وتجاوبا مجتمعيا كبيرا ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، والنجاح الباهر الذي حققته الحملة الوطنية في النخير، ومراعاة للظروف الإنسانية للمواطنين البحرينيين الغارمين الذين اضطرتهم الظروف للوصول إلى وضع مؤسف رغما عن إرادتهم. ومن منطلق الحرص المخلص على إدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم والاحتفال بالعيد مع أسرهم في أمن وأمان. من جانبه بيّن سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس لجنة توزيع المساعدات لحملة في النخير بأن هذه التوجيهات الكريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تعكس الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به سموه انطلاقا من المهام التي يطلع بها كممثل لجلالة الملك للأعمال الإنسانية، كما وتجسد حرص سموه على ضرورة توجيه مساهمات حملة في النخير لمساندة أصحاب الحالات الإنسانية والمتضررين جراء الأوضاع الراهنة لفيروس كورونا. وأوضح الدكتور مصطفى السيد بأن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تأتي في سياق ما تقوم به حملة في النخير من جهود متواصلة لتحقيق أقصى الاستفادة للمواطنين الكرام من الحملة الوطنية ممن اضطرتهم الظروف ليكونوا في هذا الموقف بعودتهم الحميدة لبيوتهم والاحتفال بالعيد مع أسرهم في أمن وأمان.